مع 8 مارس ذكرى ديال اليوم العالمي للمرأة، وكنقول لكم كل عام وأنتن بألف خير، ونتمنى لكم يعني طول العمر والصحة والعافية، ونتمنى لكم أنكم ترقوا إلى المراتب العليا إن شاء الله في المسار الرياضي ديالكم، وأيضا حتى في المسار المهني ولا حتى في المسار الدراسي. ويعني حنا كنتشرفوا اليوم باش نكونوا معكم في هذا اللقاء هذا، وايضا كنتشرفوا بالسيده المديره، ويعني اليوم احتفالي للزواج انه اللي كتشرف على هذه المعلمه هذه هي سيده مديره، اللي بصراحه كنشكروها من كل قلوبنا لانها كانت السند القوي خاصه بالنسبه للفريق ديال الاناث ولا حتى بالنسبه للفريق ديال الذكور، وكانت السند القوي ايضا حتى للاطر اللي دائما كتمد لهم يد العون والمساعده. كنشكرها بزاف بزاف بزاف، وكنحيوها وكنقول لها حنا راه الاشاره ديالك في اي حاجه، يعني نتعاونوا جميع على اساس انه الارتقاء بهذه الرياضه اللي كنحبوها جميع اللي هي كره السله، واللي دائما كنطمحوا اننا نزيدوا فيها الى الامام. بالمناسبة كنرحبوا بالأخوات ديال الجمعية ديال سيتي سويس، وكنرحبوا بالإخوان لأنهم زملاء ديالنا، ويعني معارفين منذ مدة، يعني ما غاديش نحتاجوا أنهم نشكروهم ولا شحال بحال هكا. وكنشكروهم بالإخوان، خاصة الإخوان بيكسو، الأخ بيكسو ولا العول الحسين، لأنهم كيقوموا بواحد العمل كيقوموا بواحد العمل صراحة جبار، منذ تعرفت عليهم ولا تعرفوا عليهم الإخوان، هما كيقوموا بهاد المهمة هذه ومازال فيها، يعني حنا في الهواء سوا، حتى حنا راه باقي حاملين هذا المشعل هذا، ونتمنى أننا نبقى دائما حاملين هذا المشعل هذا. ما ننساوش الإخوان ديال الحكام حتى هما اللي كيشاركوا معنا، الحكام لما كان لمقابلة طعم ولا لون. والشكر الشكر الجزيل ايضا يعود للاخوان ديال الاطر اللي معنا، مسرور ولا الليث الى الاخوان كلهم، وما نساوش الاخوان ديال التعاون الوطني الامن الوطني، وكنقول لكم شكرا. باش ما نعطلوش الحكام، باش ما نعطلوش الحكام، تفضل السيد مصطفى. العزم والطموح تبدل اللي كان بجهد مبقاش الفرق بين اتنين، يبان ننسى كيف رجال متساويين في